بحثت مصر والسعودية استراتيجية العمل بوزارتي الإسكان في البلدين. وخلال لقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية ماجد الحقيل، تم استعراض خطة التنمية العمرانية في مصر في إطار الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالتطوير الشامل للبنية الأساسية للعمران الحضري المستدام والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري في الحضر والريف.